Teaching them the basics of English using books. This is their student book. يعني هذا القسم كما قلت لي قسم أو الغرفة رقم ثلاثة. Yes. Room number three for the second year. وهذا التلاميذ يعني شن عندهم واش بسابع؟ Second year سنة ثانية. سنة ثانية ابتدائي. Yes. والسنة ابتدائي وراك تعلميهم اللغة الإنجليزية. نعم نعلمهم أساسيات اللغة الإنجليزية. نعلمهم. هي هضري بالإنجليزي. أوكي.